الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ عندما بدأ تنفيذ فيلم بداية ونهاية، هل قبل ما يرشحه الفنانة الكبيرة سناء جميل لعمل شخصية نفيسة كان في مخيلة حضرتك فنانة أخرى ممكن تعمل هذا الدور؟ والله يمكن ما فكرتش في دي كتير، إنما أنا بمجرد ما شفت سناء جميل في الدور خيل لي إن الدور لم يكتب إلا له. الله. لأن هي مالته بكل اقتدار. أيوه. بكل اقتدار في جميع جوانبه وأبعاده. وأبهرت جميع من رأى الفيلم هنا أو في الخارج. وكانت هتفوز بجائزة كبرى فيه لولا سوء الحظ. لا يعني أنا إيه طبعا رعيت المكياج رعيت اللبس كله بإشراف الأستاذ صلاح أبو سيف. أما الأداء فأنا زي ما قلت لك دلوقتي أنا أعطيت نفسي لنفيسة، اديتها أحاسيسي، اديتها تخيلاتي، اديتها يعني جبتها ودخلتها فيا وانطلقت من خلالها بقى، فطلع اللي طلع. لأنك عندما تكوني صادقة وغنية الحس تطلع العمل كده. الممثل بياخد السيناريو بيدرس الدور كويس قوي قوي، بنقعد نتكلم مع بعض ونتناقش مع بعضينا في الدور. انا ما بجيش اقول لها تمثلي بالشكل الفلاني، ما اقدرش اقول لها لا قوليها كذا وكذا وكذا، لا انا مش ممثل وبعدين ده شغلته ممثل، طب اقول لي اقولها ازاي هيبقى صورة تبقى الاصل منه تبقى مش كويسه. لكن بعيش الممثل في الدور زي ما كتبها نجيب محفوظ كتبها في دماغه. الفنان لابد انه يضيف اشياء، يضيف باحاسيسه بتصوراته للشخصيه، وسناء الحقيقه كانت في حاله معايشه كبيره قوي للشخصيه من جهه اللبس من جهه المكياج من جهه الاحساس، دي كانت عايشه معايشه كامله لذات نفس الشخصيه، يعني ما خرجتش ابدا عن الشخصيه اللي رسمها الكاتب العظيم. فريد شوقي مش محتاج لتنويه وهو يعني يضفي على كل شخصية يمثلها حيوية خاصة. وخصوصا بقى لما يلاقي شخصية تجري مع ما تعبر عنه شخصيته السينمائية عادة. أيوة. فبيبقى شيء رائع. وأنا أذكر أن بعض اللي شافوا الفيلم المكسيكي أعجبوا به الحقيقة، إنما قالوا لي ما عرفوش يجيبوا واحد يحل محل فريد شوقي. يا خبر للدرجة دي حاجة جميلة. طب هل شخصية حسن أبو الروس هي الشخصية المعادلة لشخصية نفيسة في هذا الفيلم؟ تقريبا على الناحية الأخرى الرجالي هي الشخصية المعادلة لي. ليه من حيث إيه حضرتك شايف يعني؟ يعني لا مؤاخذة البلطجة مع النبل والطيبة. البلطجة مع النبل والطيبة. يعني حضرتك كنت شايف انه هذه المواصفات زي ما تخيلتها وانت بتكتب، فالاستاذ فريد شوقي اداها بنفس هذا. ما فيش كلام. مفيش كلام، كان مكسب كبير. لا انا ما قارنش حسن ابو الروس بنفيسة ابدا. حسن ابو الروس انسان مدلل افسده حب الاب، واضح من الرواية أن الأب هو اللي أفسد ابنه الكبير مش الأم، وهو أناني يفكر في نفسه وفي لذاته فقط، وهو إنسان منحرف من البداية لأنه حتى يعني يتمنى أنه يتعلم ورفض التعليم، في سحرمت قصرا من التعليم. لا في فرق كبير قوي. حسن أبو الروس تخلى عن أسرته وبقى انتهازي، وكان يقف قدام الام يقول لها هجيب لنا ايه في العيد، هات لنا لحمه اشتري لنا مش عارف ايه، ويوم ما يمد ايده يساعدهم يساعدهم من مال الست اللي كان عايش معاها في الحرام مش مال حلال، ومن مال الاتجار في المخدرات ومن مال البلطجه والفتونه. نفيسه كانت انسانه شريفه قاعده على المكنه بتعرق وتخيط ليل ونهار. انا ما قارنش بينهم ابدا. حسن ابو الروس برضه اللي بيسرق وبيعمل وبعدين بيجي يبقى سعيد قوي وهو بيدي لاخوه بعض النقود المسروقه دي، لما جه
هيقبض عليه تخلى عنه واستنكره ومرضاش يقف جنبه. الأستاذ فريد شوقي كان عظيم عظيم. هو داخل وجايب لحم تعالوا يا أولاد كلوا لحم، معرفش أنا إزاي بس شيء. وبعدين علاقته بالراقصة وحنيته على أخواته، طريقته وهو بيهرب شيء عظيم. فريد شوقي ده حدوتة يعني، حدوتة مصرية ده كمان. طبعا أصل في من المصرية حتى علاقته طريقته برضو على فكرة ده كان من ضمن الناس المطحونين في الفيلم. مدام سماء، ما هو التوافق اللي حدث بين شخصية حسن أبو الروس ونفيسة؟ هل في بينهم تشابه؟ هما في تشابه من بعض، بس حسن أبو الروس كان واخد حقه أكتر. نفيسة لم تأخذ أي شيء من المجتمع أي شيء، إنما هو يعني. طب إيه التشابه اللي كان بينهم حضرتك في رأيك؟ يعني شوفي، هما الاتنين أولا جهلة طبعا ومضغوطين وبيحسنوا على الغير، يعني يحبوا يقدموا خدمات لإخواتهم ولأمهم ومش عارف إيه. يعني ده التشابه اللي موجود بينهم وبين بعض، معطائيين. إنسان طيب، يعني في مشهد مثلا هو ماشي بيلاقي أخوه بيذاكر بالليل وهو قاعد قدام فانوس، لأنه ما عندهمش لمض ولا حاجة زي كده، قاعدين يذاكروا فيها في البيت، فبيذاكر في الحارة تحت فانوس النور، فبيجي بيلاقي واقف بيندهش، بروح قالع البتاع بتاعته اللي هي متدفي بيها وروح مديها له. فمعناه انه انسان انسان طيب، لكن الظروف هي اللي عملته. حسن ابو الروس كانت شخصيته ولو انه هلهلي شويه وحاجه زي كده، وبرضه منحرف بالطريقه اللي كان ماشي فيه يعني، لكن برضه داخليا ونفسيا كان برضه انه هو انسان رقيق وعايز يساعد بقدر الإمكان وهلهلي. وفي الوقت نفسه فعلا العنصر الطيب كان فعلا غالب عليه بالرغم من انحرافه. نفيسة ضحت علشان تسجد أخوه. أنا ضحيت عشان أربيهم كله. إنما هذا المهرب وهذا الفاسد كان، شوفي الأداب اللي احنا فقدنا دلوقتي. أما بيجوا اللي بيرعش في التوى، بيجوا قدام أمه بيوطي كده وبوس إيدها وخايف. الأمومة دي أخلاقيات ما بقتش يعني مش موجودة. لا.